طيب احنا شايفين كمان انه في دعم اجتماعي. طبعا اكيد انه برضو ايضا ان من حاجات اللي الناس بتهتم بيها الدعم النفسي والدعم الاجتماعي من خلال ايضا ان في بعض الفتيات او السيدات عندهم مشاكل اقتصاديه، فبدانا نعمل مبادرات بسيطه وسهله تقدر توصل لهم، زي مبادره قصائيس ان هي تقدر تلم بواقي القماش وتقدر تعيد تدويرها اخرى، وان بدانا نشوف مثلا نتفق مع مجموعه من المصانع المصريه ان هي تدينا بواقي الاقمشه عشان هم يعيدوا تصنيعها ويبيعوها، فتقدر تبقى مصدر للدخل ليهم، فده نوع من الدعم الاجتماعي ليهم والاقتصادي. ايضا بدانا حمله كسوه، واللي كانت الناس بتجيب لنا الملابس اللي هي مستعمله واحنا كنا بنقوم بالمبادره باعاده تدويرها وتنظيفها وتصنيفها وبنديها لسيدات في مناطق اخرى علشان تقوم هي تبيعها، فده بقى برضو مصدر للدخل ليها. ده نوع ايضا من الدعم الاجتماعي. ايضا من نوع الدعم الاجتماعي اللي هو رفع كفاءتها، ان ممكن تكون محتاجه تدريبات او كورسات لتناسب بيئه العمل، فكنا بنوفر لها المدربات في مجال العمل زي السوفت سكيلز ووسائل التواصل والمهارات الالكترونيه وكل ده اللي يقدر يدعمها بشكل اسهل، او حتى التسويق الالكتروني لو هي بتصنع حاجات في بيتها بس مش عارفه ازاي تقدر تسوقها، كنا بنجيب لها اللي يقدر يساعدها ازاي تقدر توصل الرساله بشكل صحيح للفئه المستهدفه، فتقدر تزود من مبيعاتها.